سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، القداسة الإلهية الذي أقيم في كابيلا مطرانية اللاتيني في الصوفية بعمان بمناسبة الأحد السادس للزمن الفصحي، حيث تليت في هذا القداس القراءات والأناشيد الفصحية. وبعد تلاوة القراءات والأناشيد تحدث المطران الشوملي قائلاً: في هذا القداس نشكر الله على النعمة الخاصة التي أعطيت لكنيستنا المحلية قبل 5 سنوات عند احتفالنا بإعلان قداسة قديستين من أرضنا المقدسة، وهما القديسة مريم ليسوع المصلوب والقديسة ماري ألفونسين مؤسسة راهبات الوردية، حيث نطلب شفاعتهما لنا بالشفاء خاصة في هذا الزمن من وباء كورونا الخطير. معونتنا باسم الرب صانع السماوات والأرض، بشفاعة سيدتنا مريم العذراء الكلية القداسة التي نحتفل بشهرها الفضيل، بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس.